السلام عليكم. اليوم غادي نطيبو الباربا سلادة، سهلة وصحية ولذيذة، كتجي زوينة بزاف ومعروفة في المغرب. المهم كناخدو باربا كنسلقوها في الماء وتا كطيب مزيان، القشرة ديالها كتبدا تحيد غير بوحدها، كنعرفو راه وجدات. كنديرو شوية الخل، شوية الملحة، وشوية ديال الزيت البلدية. كننقيو ديك الباربا، كنحيدو منها الجلدة و تنشلضوها طريفات صغار. هاد السلطة ممكن ديري منها بزاف وتحطيها في الثلاجة، كل نهار تحطي منها شوية. انا في الحقيقه كتعجبني بزاف، كان عليا ندير شي ليكات لان كتدبغ لي يدين، كتردهم كاع حمرين. مره الا كنتي غديريها ديريها بليكات، شوفي يدي كرجعات كلها حمراء. المهم من تالي السلاط زيدي شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملحه، الخل، شي بعدين كيزيدوا البزار، انا ما تيعجبنيش فيها. المهم البزار اختياري الا بغيتي تزيديه، وشويه ديال المعدنوس فريش الا كان عندك، حتى هو زيديه مشلط. زدت المعدنوس حتى الاخر باش كتبقى النسمة ديالو زوينة، وصافي. وها هي وجدات سلاده جميلة جدا وحلوة. تقدري تزيدي شي شوية السكر في الاخر باش تحليها، هذيك اختياري تا هو. انا ما كنزيدش، كنحاول ما نزيدش السكر انا تا في حاجة، وصافي. وبصحة والراحة، ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة للمزيد من الطبخات المغربية البسيطة جدا والسهلة في الاستعمال. يلا بسلام عليكم وشكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر. باي باي.